تتابع وزارة الخارجية عملية إجلاء المصريين من السودان، وتهيب الوزارة بالمواطنين في السودان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن. تهيب بهم التوجه إلى مناطق تجمع محددة، وهي القنصلية العامة المصرية في بور سودان ومعبري قسطل وأرقين. هذا وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات المواطنين الراغبين في العودة لأرض الوطن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.